السلام عليكم. انا اليوم غادي نحكي القصه ديالي اللي تعرضت لواحد العمليه ديال النصب من طرف واحد الصفحه ديال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تواصلت مع واحد السيده اللي كتدعي انها عندها شركه كتنظم رحلات وكتقوم بعروض جيده وبتنظيم جيد من هذه الرحلات هذه. في الحقيقه هذه الصفحه هذه تعرفت عليها اولا من بعض ما يسمى بمؤثرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما في الحقيقة أشخاص اللي احنا عندنا ثقة فيهم كبيرة. كانت توصيات بهذه الشركة مرارا وتكرارا ابتداء من سنة 2022 لغاية اليوم. شوفنا هذه الشركة أو هذه الصفحة عفوا، لأن في الحقيقة هي ماشي شركة ديال تنظيم الرحلات، ما عندها شي رخصة بهذا الشيء هذا. شوفنا استحسانات ديال الناس بالسفر مع هاد السيده هادي، وبدوري انا شفت العروض اللي كاينين واللي كتقدمهم هاد الصفحه هادي. تواصلت مع هاد السيده هادي، وافقت على العرض ديالي. ألحت ان هاد العرض هذا جد محدود وان الاماكن جد محدوده وانني خصني نقوم بتحويل مالي على وجه السرعه باش نقدر نستفد بهاد العرض هذا. في الحقيقه بكثره الكلام الايجابي على هذه السيده واكتسبنا حنايا بدورنا ثقه فيها وقمنا بهذا التحويل هذا في مقابل واحد الغوسو. هذا الغوسو هذا توصلنا به من بعد بعض الايامات. شخصيا قمت انا بالحجز ديال هذا التذاكر وكذلك اقامه في فندق لمده 7 ديال الايام في اسطنبول مقابل واحد المبلغ مالي مهم. ملي قرب الموعد ديال السفر كنتفاجئ بواحد الرساله من عند هاد السيده هادي يومين قبل السفر، كتقول بلي انه ما كاينش الفواياج، ما كاينش تذاكر، وكتقول بلي انها تعرضت لقرصنه ديال الحساب البنكي ديالها. ملي حاولنا نستفسروها على شنو وقع بالضبط قطعت الاتصال ديالها بينا وما عطاتناش لا اجابات ولا توضيحات. اضطرينا اننا نمشيو نقدموا شكايه في المحكمه الابتدائيه لسيطوان عند السيد وكيل الملك. ملي دخلنا المحكمه كنتفاجئ بالمئات ديال الاشخاص اللي تعرضوا لنفس العمليه واللي جاوا باش يقدموا شكايات ديالهم، وتفاجات بمبالغ ماليه كبيره جدا لا بخصوص تنظيم رحلات في 2024 وكذلك في 2025 رحلات ديال العمره. الى عملنا كل واحد اعطى اكثر من 10000 درهم، راه كاين واحد المبلغ مهم جدا. كاين الناس اللي حاولوا يعطيوها ذهب وقبلاتهم، كاين الناس اللي ما عندهمش دي غوسو، كاين الناس اللي قبلت منهم هاد المبالغ الماليه غير يدا بيد. وهذا الشيء كامل في اطار هاد الثقه هذه اللي ربما بنت هاد السيده ولا اللي ربما حنا وضعناها فيها من خلال الاراء الايجابيه حولها وحول المصداقيه ديالها. ملي مشينا للمحكمه الابتدائيه اكتشفنا بلي انه كاين ناس اللي ما وفاتش بالوعود ديالها معاهم ابتداء من نهار السبت ويوم الاحد. ناس مشاو حتى الفنادق ديالهم وجبروا بلي ان كاين حجوزات غير مؤدى عنها. واكتشفنا بلي انه يوم الاثنين اللي موراه كانت باقا كتقبل تحويلات ماليه مع ناس اخرين. فهنا قررنا اننا نتصلوا بالصحافه واننا نوضعوا هذا الشيء هذا في مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا فاش تسجرت الحقيقه ديال ان بزاف ديال الناس اكتشفوا انهم كانوا عرضه لواحد العمليه ديال النصب كبيره وكبيره جدا باموال ماليه ومبالغ ليست بالهينه. كيف ما سبق اللي قلت في 2024 وكذلك في 2025 السيده قطعت الاتصال ديالها بالجميع وما بقاتش كتوضح كتعطي توضيحات. وبالاضافه لانه كاين الطامه الكبرى هنا هو انه كاين ناس بقاو حاصلين في كل من تركيا، بالي، تايلاند. الناس مشاو حتى لهاد البلدان هادي جبروا راسهم بلي انهم فنادق ماشي مؤدى عنها، وجبروا راسهم انهم ما عندهم شي تذكره ديال الاياب. وكاين ناس عانت معاناه كبيره ليومنا هذا لان الفنادق طلبوا منهم انهم يؤديوا هاد المبالغ هادي. الناس اللي ما كانتش عواله على هاد المبالغ، الناس بقاو متشردين ليومنا هذا في تركيا وفي هاد البلدان هادي. الناس اللي في الحقيقه ما عوليش على هاد المبالغ هادي. كاين عائله من 9 ديال الاشخاص كنعرفهم شخصيا تلاقاو ب 17 واحد تقريبا في فندق واحد، تعرضوا لنفس العمليه. السيده كتقول لهم بلي انا لوطي راه ماشي مخلص وبلي ان هادشي اللي كاين وبلي ان ثقوا فيا واحد النهار ممكن نعوض لكم هادشي هذا ولا غادي نعوض لكم هادشي هذا اما بسفر او بتحويلات ماليه، وان خصنا نثقوا فيها.
الاخير حنايا كساكنة تطوان وكذلك الناس ماشي غير من تطوان، كاين من جميع مدن المملكه، لنا الثقه التامه في القضاء ديالنا وفي السلطات الامنيه ديالنا انهم يضربوا بيد من حديد على هاد المتطفلين وعلى هاد الناس هادو اللي تسولوا لهم نفس انفسهم انهم يضحكوا على الناس ويستهسروا بالارزاق ديالهم. اهلا وسهلا. حنا كجمعيه ديال وكاله الاصفار في مدينه تطوان تلقينا يعني خبر عبر وسائل الاعلام وسائل التواصل عن يعني حدوث عمليه نصب يعني ديال احدى يعني صفحات ديال الفيسبوك التي تعمل على تنظيم الرحلات بطريقه غير قانونيه، واللي مشى وراحوا فيها يعني مجموعه يعني كبيره من الضحايا اللي توزعوا ما بين خارج المغرب وداخل المغرب، اللي كاينين حاليا على حسب يعني ما تلقيناه من انباء اللي كاينين حاليا اللي هما يعني باقين يعني خارج المغرب ما لقاوش الطرق باش انهم يدخلوا، وكذلك اللي خلصوا هذا ومازال يعني ما وصلتش يعني هذا مواعيد الرحلات ديالهم، وكلهم مشاو ضحية يعني النصب ديال من طرف يعني واحد السيدة المهم تعمل على تنظيم هذه الرحلات السياحية عبر يعني صفحة في الفيسبوك اللي هي موظفة في إحدى الشركات وما عندها حتى شي علاقة مع هذا مع تنظيم الرحلات ومع قطاع وكالة الأصفر، اللي هو كيف ما معروف ان يعني هذا القطاع هذا بالضبط وهذه العمليه ديال التنظيم يعني الرحلات سواء داخل او خارج المغرب هي موكوله حصرا للمنظمين الرحلات السياحيه اللي هما وكالات الاسفار المعتمده من طرف وزاره السياحه، ما يعني ان السيده هذه هي من حيث قانونا هي منتحله الصفه ديال وكيل اسفار بطريقه غير قانونيه وكما قلت يعني كاين ضحايا كثر بمبالغ يعني عاليه جدا يعني على حسب بعض هذا اللي تفوق مليون درهم الى اكثر، والناس بطبيعه الحال يعني مشاو ضحايا هذا. ما يمكن ان يقال في الموضوع هو انه يعني هاد العمليه هذه سبقنا احنا كوكاله اصفار لا سواء من داخل الجمعيه ولا سواء من المجلس الاقليمي لهذا المجلس الاقليمي للسياحه بتطوان اللي يعني بلغنا بها للسلطات ولا الوزاره يعني الوصيه على القطاع بانه وجود يعني كم هائل من منتحلي الصفه اللي هضرت عليهم اللي هما اصحاب يعني الصفحات الفيسبوكيه اللي كيعملوا التنظيم رحلات خارج اطار القانون. المعلوم انه هذه العمليه كما قلت هي حصرا تقع يعني على عاتق التنظيم ديالها يقع على وكاله الاصفار اللي هي كتكون مرخصه واللي كيكون عندها الحق الوحيد باعتبارها يعني معتمده من طرف الوزاره انها تنظم هذه العمليه بما يكفل يعني حقوقها وكذلك حقوق الزبون. هذه العمليه هذه اللي كتتم عن طريق يعني اجراء يعني ولا امضاء عقود، لان عمليه بيع رحله او بيع يعني هي منتوج سياحي، في اللحظه ملي كتبيع منتوج سياحي لازم يكون ابرام عقد ما بين الزبون وما بين المنظم اللي هو وكاله الاصفار اللي بموجبه كيضمن المنظم يعني كيعطي الشروط ديالو وكذلك الزبون كيضمن الحقوق ديالو. في اي يعني لحظه انتهاك بنود العقد كيكون كنرجعوا للمساطير اللي كترد لكل واحد الحق ديالو. في الحاله هذه حنا اللي كنعيشوها حاليا ما كاينش هذه القضيه هذه، هذاك الزبون هو مشى ضحيه ربما لانه وقع الاغراء ديالو
بهذا يعني بأن التكلفة غتكون رخيصة وأن هذا. وكذلك ما كاينش الجهة المنظمة اللي هي مجرد صفحة داخل فيسبوك الغير معروفة، وإن كانت صاحبتها معروفة ولكن ما كاينش عندها يعني مسوق قانوني باش أنها تنظم هذا العمل. لذلك هذا هو الشيء اللي سبقنا احنا نبهنا له بزاف، ولكن للأسف يعني ما كانش يعني كانوا التجاوب في مرحلة ما معينة، ولكن حاليا ولا استفحال ديال هذه الظاهرة. هذه مجرد نقطة أفاضت الكأس في هذا القطاع اللي هو كاينين يعني أشخاص مش غير في ميتسيطوان بل يعني في سائر يعني التراب الوطني، الناس اللي كيعمدوا لتنظيم هذا بدون ترخيص قانوني من طرف وزارة السياحة.